رغم الانخفاض الملحوظ في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا خلال المدة الأخيرة، خبراء يرون أن الوضع الصحي في الجزائر ما زال في مستويات حسنة بالمقارنة مع دول أخرى. المقارنة بين العام الماضي وهذا العام أن أولا أن الأطباء راهم مستعدين لهذا المرض الكوفيد. ثانيا يعني في تقييم استجابة بالوباء كوفيد الذي نظمته وزارة الصحة، درنا إحصائيات ودرنا استعدادات لهذه الموجة الرابعة الذي نراها عبر كل الدول الأوروبية. احنا إلى يومنا هذا عدد الحالات ما راهيش مرتفع. رغم الخوف الناتج عن الإصابة من فيروس كورونا وذلك بالتزام الكثير من المواطنين بالتدابير الوقائية، جعل أمراضا أخرى تنخفض بالمقارنة مع السنوات الماضية. العام الماضي وهذه الأيام هذوما أن المواطنين كيبداو يغسلوا الايادي تاعهم وبالجل ايدرو الكوليك، شفنا باللي كاين انخفاض بعد الامراض كالامراض الصدريه والسهال عند الاطفال وعند ثاني الكبار. في المقابل ينصح الاطباء المواطنين التوجه نحو المستشفيات والعيادات والاماكن المخصصه من اجل التلقيح. ننصح ان المواطنين يروحوا التلقيح، من إلى راهم خايفين يروحوا يسقسيوا الأطباء ينصحوهم، خاطش السول موان اللي كاين اللي عندنا وفرتهن الدولة ويكون هو غير إجباري وغراتفي أنه يروح يلقح المواطن، وذلك لتجنب الأعراض الخطيرة لهذا الوباء. تبقى الوقاية خير من العلاج، وأحسن علاج التلقيح لتجنب خطر فيروس كورونا.